في يا ترى ذكرى ثورة 30 يونيو وماذا نفعل في هذه الذكرى؟ 30 يونيو 2013 صنعت تاريخا استثنائيا لمصر، وجنبت مصر الغالية الوقوع في الفوضى التي وقعت فيها بعض الدول فلم تقم منها ولم تخرج منها. وسيسجل التاريخ بحروف من نور لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه قام بأعظم عملية إنقاذ وطني في عصرنا الحاضر، فقد استطاع أن يخرج بمصر من أتون ومن دائرة الفوضى إلى دائرة الإنجازات. بدأت الإنجازات، وكان الإنجاز الأول بعملية ازدواج حفر قناة السويس المجرى الملاحي العالمي الذي بدأنا نجني ثماره، وسيحول المنطقة في خطة متكاملة إلى منطقة اقتصادية. ثم تولت الإنجازات في كل مشروعات في مجال الطاقة، في مجال الكهرباء، في مجال الطرق، في مجال الإسكان، في مجال البنية التحتية، في مجال استصلاح الأراضي، في مجال نقل العشوائيات إلى مساكن حضرية، في مجال تخفيض نسب البطالة، في مجال تحسين الاحتياطي الأجنبي إلى أرقام غير مسبوقة. الشعب المصري شعب أصيل، شعب عظيم، شعب له حضارة وثقافة. أدرك حجم المخاطر، أدرك حجم التحديات، أدرك حجم المؤامرة. يلفظ فهو يلفظ كل الخونة وكل العملاء وينفي خبثه، ويقف الوطنيون الشرفاء سدا منيعا ويعني حصنا قويا لهذا الوطن. يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي فتثبتوا تحققوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، أي أن على الإنسان أن يتحقق وأن لا يلأس خلف كل ناعف، وخاصة تلك الأخبار الهدامة التي تعمد إلى هدم الدولة. وعلينا أن نحافظ جميعا على أمن الوطن واستقراره. القوات المسلحة تقوم بدور كبير جدا في حماية الأرض مصر، خاصة في سيناء وفي وقت عملية التطهير التي تقوم بها. كيف ترى هذا الدور ورسالتك لأبنائنا من القوات المسلحة اللي بيقوم بدور يعني سيشهد له التاريخ؟ أكدت دائما أن ما تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة في هذا الوقت الراهن لا يقل عما قام به جيل 73. فنحن قواتنا المسلحة ومن خلفها شرطتنا الوطنية تواجه قوى الإرهاب والشر والظلام ببسالة وفدائية ورجولة ووطنية منقطعة النظير. هناك تضحيات غالية، تضحيات بشهداء وأبطال ضحوا بأنفسهم وأرواحهم ودمائهم في سبيل هذا الوطن، فهم يستحقون كل التحية، يستحقون كل التقدير. نؤكد لهم أن ما يقومون به وفي خدمة الدين وفي خدمة الوطن، ولهم البشرى عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، والشهداء منهم أحياء عند ربهم يرزقون. غير أننا نؤكد أن مواجهة الإرهاب لا يجب أن يلقى عبئها على القوات المسلحة وحدها ولا على الشرطة وحدها، بل على كل واحد منا في مجاله من العلماء، من الأئمة، من المفكرين، من المثقفين. أخيرا هتحدثهم حول دور الأئمة والعلماء، ما رسالتك لأبنائك الأئمة في كل في بقاع مصر والدور اللي يقوموا به خلال الفترة المقبلة لمساندة الدولة المصرية في البناء؟ لدينا ثقة كبيرة في أئمتنا، في علمهم، في ثقافتهم، في كفاءتهم، في وطنيتهم. نقول لهم: أنتم أملنا وأمل مصر في تصحيح الأفكار الخاطئة ونشر سماحة الإسلام وحمل رسالته الوسطية للعالم كله. نتمنى لكم كل التوفيق، ونسأل الله لنا ولكم القبول والسداد والرشاد، ونوصيكم ببذل المزيد من الجهد، فديننا يستحق، ووطننا يستحق، ومصرنا الغالية تستحق. سدد الله خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.